بشكل مفاجئ قررت حكومة إلياس الفخفاخ إقرار جملة من الإجراءات لدعم قطاع الصحافة والإعلام في تونس في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا، إجراءات ارتكزت أساساً على التكفل بدفع نصف تكاليف البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا العام والمساهمة في الاشتراكات الرقمية للنسخ الإلكترونية من الصحف المطبوعة. ولم يلبث أن صدر البلاغ الحكومي حول هذه الإجراءات حتى سارعت النقابات إلى رفضه، مشيرة إلى أن الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الصحفيون. صحيح، احنا فاجأتنا القرارات هذه لأنه فعلا هي قرارات لصالح الأعراف أكثر منها لصالح العاملين أو الصحفيين والتقنيين في المؤسسات هذه. تفاجأنا أصلا أنه لم يقع ذكر أصلا المؤسسات المصادرة والصحافة المكتوبة اللي نعرفه اللي تشغل أكبر عدد، يوم أكثر من 1500 من العاملين في المؤسسات هذه اليوم، يعني كأنه طريقة ممنهجة يعني القضاء على الصحافة الورقية المكتوبة اللي هي اليوم أهم شيء، وفما مؤسسات يعني عمرها أكثر من 100 سنة. وفي مقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للإجراءات الحكومية، فقد تقبل أصحاب المؤسسات الإعلامية هذه الإجراءات بأريحية، مؤكدين أنها في صالح المؤسسات بهدف ضمان استمراريتها. احنا نرحب بها القرارات هذه لخاطر لأول مرة حكومة منذ 10 سنوات تفعلت إيجابيا مع المطالب متاع القطاع، هذا مطالب مش مسقطة ولكن مطالب متاع القطاع. ويقول نقابيون إن إجراءات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وحتى الآن تبقى دون المستوى المطلوب من قبل الصحفيين التونسيين، خاصة وأن أغلب الاتفاقيات الموقعة بين ممثلي الصحفيين وتلك الحكومات بقيت حتى الآن حبرا على ورق. أزمة حادة يعيشها قطاع الصحافة في تونس عمقها تفشي فيروس كورونا، وبين بحث أصحاب المؤسسات عن طوق نجاة مالي وبحث النقابات عن حقوق الصحفيين يبقى الخبر على المحك. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية.